من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الإنسان في حياته يعمل أعمال، بعض هذه الأعمال أو كثير من هذه الأعمال تتكرر يوميا. الإنسان العامل مثلا يذهب إلى عمله في الصباح ويرجع ظهرا مثلا، ثم يذهب مساء، وكذلك أمور أخرى تتكرر في حياة الإنسان في كل يوم. هذا التكرار يسبب أن تنطبع حياة الإنسان بروتين خاص إن صح التعبير، يعيش في ضمن دوامة خاصة. إذا هذا الروتين استمر فإن الإنسان يصاب بالضجر، يصاب بأن تتحدد حياته ويتحدد فكره في زاوية خاصة، وهذا مضر على الإنسان نفسيا وجسديا. الآن في الدول الصناعية الكبرى لهم مشكلة عظيمة، وهذه المشكلة تنحصر في أن العاملين يتحولون كآلة في المصانع الكبرى. المصنع الكبير فيه آلات مختلفة، أدوات مختلفة، هذا العامل كل يوم يأتي ويؤدي وظيفة خاصة، يتحول بالتدريج كآلة من آلات هذا المعمل، وهذا يؤثر على نفسية هذا العامل. ولهذا منذ فترة طويلة جندوا كثيرا من الخبراء والخبراء النفسيين لكي يخرجوا الإنسان العامل في معاملهم من هذه الحالة، لأن هذه الحالة تؤثر على نفس هذا الشخص وتؤثر على إنتاجه أيضا. هذا يدل على أن الإنسان إذا عاش في ضمن روتين خاص وتيرة واحدة يتضرر نفسيا وجسديا، بحاجة إلى أن يخرج عن تلك الدوامة وعن تلك الدائرة. الإنسان المسلم كل يوم مثلا ملتزم بالصلاة، ملتزم بالعبادة الخاصة، هذه العبادة بالتدريج
تتحول إلى عادة، يتعود على هذه العبادة، يؤديها كعادة من العادات التي تعود عليها. هذه تخرج العبادة عن حقيقتها وعن جوهرها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. إذا كل يوم معتاد أن يقوم يصلي الصبح ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا، يصير مثل سائر العادات. إذا في يوم من الأيام ما أدى هذا الأمر، يحس بالضجر بالانزعاج، لأنه لم يعد عادة من عاداته، مو لأنه ترك أمرا من أوامر الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بالعبادات جعل أوقاتا أو أمكنة أو أمورا تخرج الإنسان من هذا الروتين، أو حسب تعبير أحد العلماء يقول بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يصدم الإنسان ليخرج من حالته العادية. تعلمون أن بعض المرضى في المستشفى، المريض بعض أنواعهم إذا كان المرض خطر يأتون بالكهرباء ويضعونه على جسم هذا المريض لكي يحصل الشوك في بدنه، والقلب مثلا يتحرك، إذا القلب توقف يأتون بالكهرباء بأدوات خاصة يوجدون شوك في بدن هذا المريض. هذه الصدمة تسبب استمرار الحياة لهذا المريض مثلا، إذا هذه الصدمة لم تكن لعل المريض يموت. فهذه الصدمة النفسية توجب خروج الإنسان من الحالة الطبيعية العادية وفهم معنى العبادة، الالتذاذ من العبادة، لأن الإنسان إذا لم يلتذ من العبادة هذه العبادة تتحول إلى شيء لا يؤثر في ذات الإنسان. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نرى كثير من الناس يصلون ولا ينتهون من الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن الصلاة فقدت جوهرها فيهم، فقدت حقيقتها فيهم. أحد الملوك كان يصلي، في حين الصلاة يأتون بالمساجين بإشارة يد يقول اقطعوا رؤوسهم، هو ده يصلي. هذه الصلاة كعمل عادي لا فائدة له، لم تؤثر في قلب هذا الإنسان. فهذه الأوقات أو الأماكن أو الأمور التي توجب الصدمة في نفس الإنسان تبين له حقيقة العبادة. مثلا الحج، نرى أن الإنسان المستطيع الله أوجب عليه الحج في العمر مرة بمجرد أن يستطيع، وكذلك مستحب كل سنة الإنسان يحج، مو واجب كل سنة لكن مستحب. لهذا نقرأ في أدعية شهر رمضان ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. ما هي فوائد الحج؟ فوائد الحج كثيرة، من جملة تلك الفوائد أن العبادات الموجودة في الحج بكيفية تخرج الإنسان من العالم المادي وتربطه بالعالم المعنوي. الإنسان يذهب إلى الحج مثلا، ترى الفقير والغني، الكبير والصغير بزي موحد، بلباس واحد، قطعتين من الإحرام. هسه هذا إنسان فقير، غني، ملك، رئيس، وزير، إنسان فقير، ماكو فرق، لا تميز بين أي واحد من هؤلاء، حتى الحذاء الذي يستر ظاهر القدم لعله في زمان يتكاشخون بالحذاء، الله سبحانه وتعالى منع أن يلبس الإنسان حذاء يستر ظاهر القدم. كلهم بحالة واحدة، يؤدون مناسك واحدة. لماذا؟ لأن الإنسان يخرج عن هذا الروتين العادي الذي عنده، إضافة إلى الفوائد الأخرى الموجودة في الحج. هذا الإنسان الثري التاجر مثلا الذي يملك المليارات في أيام
يكون حالك كحال أضعف الناس المسلمين، أضعف الفقراء. هكذا الصيام، الصيام حينما شرعه الله سبحانه وتعالى يقول في تتمة الآية لعلكم تتقون. الصيام شرع لأجل أن يزيد التقوى في الإنسان. حياة الإنسان في شهر رمضان تختلف عن حياته في سائر الشهور، في وتيرة خاصة يسير، لكن ترى أنه في كل أمور الإنسان، من نومه، من أكله، من عبادته، من صلاته، أمور المختلفة، أمور الاجتماعية تتغير كاملا في هذا الشهر المبارك. يوجد مزيد من التقوى في الإنسان. الإنسان حينما يصوم، إذا كان هذا الإنسان ثريا، يعلم ما يعانيه الفقراء، يعلم ما يعانيه الجياع، لأن الإنسان حينما يسمع شيء، هذا الشيء لا يؤثر فيه كثيرا بمقدار ما إذا رأى ذلك الشيء. إذا مثلا سمعتم بأن عائلة، مثلا هذه العائلة أطفال صغار موجودة معهم، يرجفون من البرد في الشارع، ولا أكل لهم ولا حرارة لهم ولا بيت يؤويهم، إذا تستمعون إلى هذا الكلام أو نستمع إلى هذا الكلام لعله لا يؤثر فينا، أو إذا أثر تأثيره يكون قليل، ولكن الإنسان إذا ذهب ورأى هذه الحالة، رأى الأطفال يرجفون من البرد، يبكون من الجوع، هذا تأثير على الإنسان أكثر بكثير من ما إذا كان يسمع. الإنسان يسمع عن حال الفقراء، الجياع مثلا في كثير من البلدان، وفي البلدان الإسلامية كل يوم يسمع يسمع يسمع، يصير شيء عادي بالنسبة له، لا يحركه، لا يتأثر بهذا الكلام. إذا سمع مثلا أن في العراق الأطفال يموتون جوعا، يموتون من قلة الأدوية، إذا سمع أن في أفغانستان مثلا من شدة البرد كثير من الناس يموتون، من الأطفال يقتلون، كل يوم يسمع، يوم ثاني يوم ثالث، إذا شيء تكرر يفقد أثره، الشيء إذا تكرر يفقد أثره. فهذا السماع لا يؤثر في الإنسان، لازم هو يعيش هذه الحالة حتى يدرك ما يعاني هؤلاء. فالصيام يغير طبيعة حياة الإنسان، عندما يحس بالجوع يقول عجيب ذول الفقراء أم نفس هاي الحالة عندهم، فيتحرك أكثر. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إنما شرع الصوم ليتساوى الغني والفقير. هذا الغني موجود الأطعمة أمامه، لكن حاله حال الفقير، كما أن الفقير لا يتمكن من أكل هذه الأطعمة لفقره، كذلك هذا الغني لا يتمكن من أكل هذه الأطعمة لأنها ممنوعة من الشرع. فالصيام يوجد في الإنسان حالة يحس بما يعانيه الفقراء، بما يعانيه المسلمون في مختلف المناطق في هذه البسيطة، وكذلك غير المسلمين، لأن الإسلام دين يحترم المسلم وغير المسلم. الناس إما أخ لك في الدين، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إضافة إلى الفائدة الصحية لجسم الإنسان، الآن في الطب الحديث على رغم أنهم ليسوا مسلمين كثير منهم، يؤكدون على أهمية الصوم، لأن الإنسان حينما يأكل في كثير من الأحيان هذا الأكل أكثر من حاجة جسمه، هذا إذا كان أكثر من حاجة جسمه يضر جسم الإنسان. لهذا من أساس الطب في الإسلام الحمية، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء. جاء أحد الأطباء النصارى إلى بلاد الإسلام، رأى قلة المرضى، في يوم من الأيام سأل أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام لماذا نرى أن الأمراض
فيكم قليلة؟ الإمام قال له: لأننا نعمل بأمرين، الأمر الأول، الأمران من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الأول إنا لا نأكل حتى نجوع، والشيء الثاني إذا أكلنا لا نأكل بحد الامتلاء. فهذا الطبيب قال هما رأس الطب، مضمون كلامه، يعني رأس الطب هذا الشيء، يعني الإنسان لا يأكل حتى يجوع، وإذا هم أكل لا يأكل بحد الشبع، لأن الأكل على الشبع مكروه، يضر الإنسان، لأن هذا الطعام الزائد يتحول إلى مواد في جسم الإنسان تضره. في طول السنة الإنسان ماكل كثير من هذه الأطعمة، تحولت إلى مواد مضرة وسامة في جسم الإنسان، بالصيام هذه المواد تفنى وتذهب. لهذا حتى في الطب الحديث كثير من الأحيان يوصون أنه أنت صوموا 40 يوم بترتيب خاص، مو بهذه الكيفية اللي إحنا نصوم، لكن يؤكدون على أهمية هذا الصوم. فالإنسان إذا صام جسمه يصح، صوموا تصح كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا بشرط أن الإنسان لا يتخم نفسه ولا يتخم في أكل الطعام في الإفطار إلى السحر. في بعض الناس حينما ينتهي شهر رمضان وزنهم يزيد من كثرة ما يأكلون من الإفطار إلى السحر، طبعا لا يكون هكذا، لأنه يذهب أثر الصوم، يصير فائدته قليلة جدا. فالشيء الثاني بالنسبة إلى الصوم أنه يسبب الصحة في جسم الإنسان، إضافة إلى تقوية إرادة الإنسان. الإنسان في حياته كثير من الأحيان تعرض أمامه معاصي لعله لا يعلم بتلك الحالة إلا الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمنع الإنسان؟ الخوف من الله والإرادة القوية. إذا الإنسان كانت إرادته قوية يمتنع عن المعصية، يمتنع عن هذا الشيء، لكن إذا كانت إرادته ضعيفة فإنه يتزلزل، فإنه يصاب بحالة من الضعف ولعله يرتكب تلك المعصية. الإسلام في ضمن برامج متعددة يقوي إرادة الإنسان، والصوم من الأمور التي تقوي إرادته، لأنه يمتنع من الأكل رغم أنه جائع، يمتنع من الشرب رغم أنه عطشان، يمتنع عن أمور أخرى، يمتنع عن التدخين مثلا رغم أنه متعود على هذه الحالة. فهذه تقوي إرادة الإنسان. إذا قويت إرادة الإنسان في بعض الأماكن، أيضا الإرادة هي ملكة نفسانية، إذا قويت تقوى في كل الحالات، إذا مقابل الأكل والشرب والتدخين وأمور أخرى توقف وقويت إرادته، في كثير من المسائل الأخرى أيضا تقوى إرادته. في أماكن أخرى لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى يمتنع عن المعصية، يمتنع عن خلاف الشرع. طبعا في شهر رمضان إضافة إلى الصيام حتى التأثير يكون أكثر، حتى الإنسان يستفيد أكثر من هذا الشهر المبارك، الإسلام جعل مجموعة من الأمور، كثير منها مستحبات ولكنها تجعل الأجواء حسب تعبيرنا أجواء رمضانية، أجواء روحية. الأدعية المختلفة في شهر رمضان، الأدعية الواردة لعلها أكثر من الأدعية في سائر الشهور، يعني كل شهور السنة إذا نجمع الأدعية الواردة فيها شهر رمضان أدعيته أكثر من تلك الأدعية. دعاء الافتتاح مثلا، دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء السحر وأمثال ذلك من الأدعية. هذه الأدعية تؤثر في نفس الإنسان، كما ذكرنا سابقا أن الدعاء يؤثر، خاصة أن هذه الأدعية متضمنة لمختلف جوانب الحياة، يعني متضمنة للجانب العقائدي. مثلا عندما نقرأ دعاء الافتتاح، ذكر الأئمة عليهم الصلاة والسلام وبعض مقاماتهم، ذكر الآخرة،
ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمور تربوية، ذكر أن الإنسان لازم يساوي نفسه مع الآخرين، العدالة، أمور مختلفة واردة في هذه الأدعية. لهذا الإنسان لازم يقرأ هذه الأدعية مع التأمل في معانيها، مو هدرمه الشكل يقرأ دعاء أبي حمزة مثلا يشوف إيش وقت يخلص هذا الدعاء بدون الالتفات إلى معانيه. وكذلك قراءة القرآن، ربيع القرآن هو شهر رمضان المبارك، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان كما ورد في مضمون حديث شريف، شهر رمضان ربيع القرآن، الإنسان يقرأ القرآن مع التأمل في معانيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في هذا الشهر لكي يحصل الارتباط التام والكامل بين شهر رمضان والقرآن. هذا الشهر الذي القراءة، قراءة القرآن، قراءة آية تعادل قراءة القرآن كاملا في سائر الشهور. يعني إنسان في سائر الشهور إذا قرأ القرآن كاملا، إذا في شهر رمضان قرأ آية، ثواب هذه الآية، قراءة هذه الآية يعادل ثواب قراءة كل القرآن في سائر الشهور. هذا هو الشهر المبارك. القرآن مرتبط أيضا بهذا الشهر، قراءة القرآن ولو في كل يوم جزء من هذا القرآن مع التأمل مع القراءة، ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل يعني القراءة مع التأمل في المعنى، لأن القرآن لا يقرأ هذرمه. الإنسان يستفيد من هذا الشهر أحسن الاستفادة، وإلا الآية الشريفة تقول أياما معدودات، شهر رمضان أيام معدودة 29 أو 30 يوم، يغمض الإنسان عينه يفتح عينه يرى أن الشهر قد انتهى، لكن الإنسان الذي يستفيد من هذه الفرصة يستفيد في حياته ويستفيد بعد مماته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا الإنسان شهد هذا الشهر يعني لم يكن مسافرا، يجب عليه أن يصوم هذا الشهر. نعم إذا كان مريضا أو إذا كان على سفر فعده من أيام أخر، الإنسان يفتح مفاتيح الجنان، يفتح مثلا الدعاء والزيارة أو أي كتاب في كتب الأدعية. إذا ما عنده فرضا وقت، هناك أدعية قصيرة جدا، أدعية نص سطر، أدعية كل يوم من شهر رمضان. طبعا الإنسان عنده وقت، دعاء الافتتاح مثلا صفحتين أو ثلاث صفحات، دعاء أبي حمزة الثمالي 10 صفحات، وهكذا من أدعية مختلفة موجودة، دعاء المجير، دعاء مثلا الجوشن الكبير أو الصغير اللي يقرأ في سائر الأوقات وأيضا يقرأ في شهر رمضان. هذا الإنسان يستفيد من هذا الوقت، وإلا في يوم القيامة يرى أن فلان صديقه لعل ظرفه كان أسوأ منه حصل من هذا الشهر أكثر مما حصله هو. فالإنسان يستفيد من هذا الوقت المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى للطفه بنا، لعنايته بنا، وأول المستفيد وآخر المستفيد من هذه الحالة نفس الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتنا، إن الله غني، إنما أوجب العبادات لصالحنا. الله لا يحتاج إلى عبادتنا، الرسول لا يحتاج، الأئمة لا يحتاجون، إذا إحنا اتبعناهم إحنا اللي نستفيد، أما إذا ما اتبعناهم هم ما يتضررون شيء، لأن مقاماتهم عالية عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر، لقيام هذا الشهر، لأن نغير كثير من الأمور التي ليست محبذة فينا. إذا هناك قطع رحم، الإنسان يحاول أن يرتبط برحمه، يصل الرحم ولو كان هو مظلوما، حتى إذا كان مظلوم رحم ظلمه وقطعه ويروح يصل رحمه مثلا. إذا يتمكن من مساعدة الفقراء يساعدهم، إذا ما يتمكن بلسانه يتمكن من إصلاح ذات البين. وكذلك قراءة القرآن وقراءة الأدعية والصلوات المختلفة، واحد يراجع فد مراجعة سريعة إلى مفاتيح الجنان
يرى هذه الأعمال، يمكن بعض الأعمال لا يتمكن من فعلها، لكن كثير من الأعمال قد يتمكن من فعلها وقد لا يسمعها في مكان. إذا راجع مراجعة سريعة مختصرة يستفيد من هذا الشهر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائمين، وأن يوفقنا لتلاوة القرآن في هذا الشهر، ويوفقنا للابتعاد عن المعاصي، لأن الشيطان أيضا إلى حبال ويحاول أنه نفس شهر رمضان مثلا يستفيد منه في المعصية. أكو بعض الناس في شهر سائر الشهور معاصيهم أقل من المعاصي التي يرتكبونها في شهر رمضان. هذا هم الشيطان هذا الشيء يسوي، مثل ما واحد يصلي صلاة تكون رياء، نفس العبادة تتحول إلى شيء ضد. كذلك شهر رمضان إذا الإنسان ما يستفيد استفادة تامة يتحول إلى الضد بضرره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها